وتبارك جهاده ما حقق من محمد سيدنا وتنشر
خطوات سيدنا الملك المحبوب وتبارك جناده وما حرمك من أعمال وتمجد خطوات سيدنا الملك المحبوب تدعي له بالتوفيق والرضا وحسن التدبير يا بلادي حتى يتحقق الرجاء والقصد المطلوب يا بلادي بالتوفيق والرضا وحسن التدبير يا بلادي حتى يتحقق الرجاء والقصد المطلوب يا بلادي عيشي عيشي يا بلادي عيشي
حتى يتحقق ارجع وانقصت المطلوب يا